لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا وجينا دلوقتي مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي، وطبعا هنستنى كل الأسئلة بتاعتكم سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو حتى أن انتوا تكلمونا من خلال التليفون. وطبعا يعني خلاص احنا آخر 10 أيام في برج القوس، فالنهاردة هنتكلم عن برج القوس والفترة اللي جاية كمان ممكن تكون عاملة ازاي. يا سابي ازيك؟ عاملة ايه؟ كله حلو؟ كله حلو. ايه يا اورنجاتك اخبار القوس ايه؟ اخبار القوس الفتره ديت حلوه، يعني يعتبر الابراج الناريه الفتره دي من اكتر الابراج حظا، يعني الفتره ديت في اخر 10 أيام في برج القوس. يعتبر الابراج الترابيه بس هي اللي عليها تاثير شويه، يعني العذراء الجدي اقل لهم حظا شويه، التور بس مشكله تطور، يعني متوترين او مضغوطين او عمالين يعيدوا في حساباتهم، حاسين بلخبطه بتوتر زياده، بيجروا في احداثهم بس ما فيش حاجه بتجري زي ما هم عايزينها. نمسكهم برج برج، نقول الفتره دي حظ كل برج ايه فيهم. اوكي. الحمل الفتره ديت عشان هو من الابراج الناريه يعتبر حظه حلو الفتره ديت، سواء حد عايز يمضي حاجه، ياخد قرار ماديا، كمان الدنيا عندهم حلوه، لان دايما الابراج الناريه النص التاني من الشهر بيبقى احسن بكتير، يعني لما بيعدي يوم 10 يوم 12 بتبتدي الدنيا عندهم بتتحسن عن اول الشهر. اوكي. فبرج الحمل الفتره ديت عندهم الدنيا كويسه جدا، سواء ماديا او عاطفيا او عمليا، لان هم عمليا كمان بيسعوا لحاجه زياده في شغلهم، او بيضيفوا حاجه، او بيذاكروا وعايزين ينجحوا في حاجه. اوكي. بيطوروا من نفسهم. وبالنسبه للولد الحمل بيسعى لشغل او لسفر لبره. اوكي. ولو في سفر جاله بره البلد اللي هو اتولد فيها يا ريت يسافر، ولد الحوت بالذات، ولد الحمل بالذات. نيجي بعد كده لبرج الثور. الثور دايما يمكن الراجل بالنسبه لي اسرع واقوى من الست، هما الاثنين اذكياء جدا، الاثنين شطار جدا، الاثنين اكتف جدا، لكن الراجل ما بيوقفش عند حاجات، بيجري في احداث حياته. البنت بتبقى عنيده شويه او تقيله شويه، عايزه الحاجه تتفصل على زي ما هي عايزاها، يا اما تيجي لغايه عندها. اوكي. الفتره دي عندهم بقول لهم بلاش يقفشوا على حد، يتخانقوا مع حد، يتعصبوا على حد، لان هيبقى ده ضدهم مش معاهم. بلاش ياخدوا قرارات في عصبيه تدينهم او تخليهم يرجعوا يندموا بعد كده على القرار او الكلام اللي قالوه. لكن دي بس فتره، يعني هي كلها اسبوع بس والدنيا عندهم هتظبط. اوكي. نيجي بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء بقول له اهدى شويه، بلاش تهول المواضيع او لان الجوزاء ست وراجل بيفكروا زياده عن اللزوم، يعني لو الانسان الطبيعي بيفكر يعني 24 ساعه، ده لا 48 ساعه في ال 24 ساعه. هم دماغهم شغاله حتى وهم نايمين. فبقول لهم اهدوا شويه على نفسيكم، وبلاش تبقى حياتكم على الملأ او تحكوا حاجه او بتاع، لان كل لما حد بيدخلوا حد في حياتهم من خارج الدايرة بتاعتهم الضيقة، الدنيا بتبوظ عندهم أكتر. يعني مشكلة البنت الجوزاء وراجل الجوزاء إن هما لما حد بيتدخل في أمورهم، خصوصا أموره الشخصية، الدنيا بتبوظ عندهم، لأن هما هما شكاكين ووددين شوية، فده بياخدوا بحوار لهنا وكلام من هنا، وده بياخدوا من هنا، فبيطلع في الآخر مشتت وشكاك، فما بيعرفش يقف على أرض صلبة أو ياخد قرار سليم. فبقول لهم اهدوا على نفسكم الفترة ديت، الدنيا عندكم حلوه جدا جدا، بس بلاش تبقى حياتكم على الملأ شويه، لموا الدنيا شويه. اوكي. وصحيا يخافوا على نفسهم صحيا شويه. نيجي بعد كده لبرج السرطان. السرطان بقاله فتره بيسعى لشغل، بيسعى لحاجه في شغله، مش عايز يتكلم بس ابدا، يعني هو يعني بيبقى مستنيين، خصوصا ولاد السرطان بيبقوا مستنيين الحاجه، بيبقوا بيفرحوا، يعني لما بيحصل 10% نتيجة كويسة بيفتكروا ان هي خلاص 100% كلها جت. بيجوا بعد كده بيلاقوا عقوبات مثلا بتعطلهم او تأخير، او محدش بيرد عليهم، او حد كان وعدهم بحاجة وما حصلتش. بقول لهم لا، كله جاي، لان انتوا افضلوا في السعي اللي انتوا بتسعوا له، وانتوا اختلفتوا كتير عن الفترة اللي فاتت، واسكتوا ما تتكلموش، عندكم حاجة حلوة هتحصل لكم، يعني خليكم مستمرين في السعي، خصوصا ولاد السرطان.
لان انتوا عندكم يعني بقى لهم سنين طويله مش واخدين حظهم، او حظهم مش ضدهم دايما. فبقول لهم جاي لكم حاجه حلوه جدا جدا، فلو بتسعوا في حاجه خليكم كملوا في السعي بتاعكم، الدنيا هتظبط معاكم، وهي الفتره دي برده حلوه مش وحشه، وخليهم يسعوا، بس هي يمكن الماديات شويه هي اللي عندهم مش حلوه. اوكي، بالنسبه لبنت السرطان عندها ارتباط، عندها ارتباط هيحصل وهيكمل، بس حد جديد مش حد قديم او حد كانت بتعرفه، حاجه جديده. فبقول لها ركزي وبلاش الدراما كوين اللي انت فيها او العصبيه، ركزي وفكري كده وخليكي حاولي تغيري من اسلوبك شويه، علشان انت بتضيعي فرص كتيره بعصبيتك من ايديك. نيجي بعد كده هو لبرج الاسد. الاسد الفتره ديت كل تفكيره عمليا، او يعني بيرتب اموره العمليه اكتر، العمليه اللي هتجيب له ماديات. اوكي، لان الاسد بيحب يبقى هو شغله تمام والدنيا حلوه، بس في الاخر لازم يبقى فيه ماديات. اوكي، فالفتره دي هو كل سعيه للشغل، مش الماديات قبل الشغل، لا الشغل قبل الماديات، عمليا قبل ماديا بيسعى لده. لكن عاطفيا الفتره اللي جايه عندهم حاجه هتكمل، حاجه جديده هتكمل. يعني الاسد احنا كنا بنقول من اخر السنه اللي فاتت واول السنه دي ان عنده ارتباط. في نسبه كبيره من الاسد ارتبط بالفعل، بس في اللي اختار اختيار غلط والدنيا ما ظبطتش، وفي اللي لسه ما جاتلوش الفرصه اللي هو مستنيها او اللي هي بتاعته. الفتره اللي جايه عنده عاطفيا نسبه حظ كويسه، بس يمكن عنده زحمه كدابه الفتره ديت. بقول له رتب اوراقك، استنى، ركز، لان هو عنده كده كده ارتباط هيحصل له، هيحصل له. حتى انا قلت قبل كده حتى اللي متجوز هيتجوز على مراته في الاسد. اوكي، نيجي بعد كده للعذراء. قبل بس ما نكمل، في رساله حد بيسال على 16 6 ولد، ايه الاخبار الفتره الجايه، وبيسال عن الجواز. اوكي، 16 6 هو جوزاء واخد من السرطان. مشكله البرج دوت انه عايز حاجه تفصيل، او عايز حاجه طبقا للشروط والمواصفات اللي هو عايزها. مفيش حد فينا حد كامل خالص، مفيش حد يعني يختار من مثلا من ثلاث حاجات حاجتين او حاجه ونص عشان تظبط. لكن مفيش حاجه زي ما هو ما الكتاب ما قال، او زي ما هو عايز المواصفات والطبع والطريقه. والجوزاء هو جوزاء سرطان. البرجين بوجه عام عندهم ارتباط الفتره اللي جايه هيكمل، بس هو دايما بيبقى حاطط الشخصيه قدام تحت الميكروسكوب، يعني دايما حاططها في اختبارات، امتحانات اندايركت ودايركت وحاجات كده، بس يمكن اندايركت اكتر. فبقول له سيبها كده اهو، يعني بلاش يركز، لان 90% من الناس اللي بتركز في الحاجه ما بتجيلهاش. يعني بينبروا على نفسهم قبل ما الحاجه تحصل، او هم اللي بيقروا على نفسهم، او هم من كتر تركيزهم الحاجه ما بتظبطش معاهم، فيسيبها كده اهوت، الحاجه هتيجي لوحدها. أوكي. طيب خلينا ناخد تليفون من سناء. الو الو، ايوه، ازيك يا سناء؟ الله يسلمك، ممكن اتواصل معاك كده؟ اتفضلي، بس ممكن تعلي صوتك شويه. حاضر. لو سمحت عاوز اعرف برج العذراء 18 11 كام؟ لا العقرب 18 11 17؟ لا 18 11. 18 11 اوكي. ولد ولا بنت؟ واحد 8. طب العقرب ده ولد ولا بنت؟ لا بنت. تمام، 1/8. ده جوزي. 1/8 جوزي. اوكي ماشي. والاطفال 29 9. لا بصي استني بس استني. خليكي معانا، هنقول لك الاول انت وجوزك وبعدين قولي لنا الاولاد تاريخ ميلاد. هي 18/11 عقرب، عقرب واخده من القوس، وهو اسد، وهو 1/8 اسد. اوكي، البرجين ينفعوا مع بعض جدا جدا جدا، بس هي اكتف شويه عنه، هو ردود افعاله هاديه او بيتاخر في قراراته، فممكن يكون شاللها شويه، ممكن يكون هي عايزه الحاجه. هي كمان عقرب وواخده من القوس، البرجين اقوياء جدا جدا، اذكياء جدا جدا جدا. انا بقول له يسمع كلامها. يعني انا بقول ان هو يسمع كلامها، علشان هي ذكيه جدا، وهي بتحط بتعمل بلان كويسه جدا، ودماغها حلوه، وبترتب اوراقها حلو. هو ممكن يكون عارف انها صح، بس بيعند من اجل العند، او ان هو عشان هو مثلا المان. لكن انا بقول له اسمع كلامها، لان هي نظرتها بتبقى دايما نظره مستبعده اكتر منه هو. هو دايما الاسد ما بيخاطرش، راجل الاسد ما بيخاطرش، بيخاف يخاطر، عايز الحاجه المضمونه، الحاجه اللي عارفها. وبعدين حته ان هو
ماشي بمبدأ اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. دي هو قديم شويه يعني هو عنده مبادئ مش عايز يتنازل عنها، فبقول له حاول تعمل تغيير في حياتك او جدد من طريقتك علشان فايته كتير. بس لكن البرجين بوجه عام الفتره دي حلوه جدا جدا جدا، ويمكن كمان هي يمكن حظها ككوس ان هي ملمسه كوس، الدنيا عندها احلى واحسن من العقرب عقرب لوحده. اوكي، فبقول لها انتوا الاثنين كبرجين تمام وكل حاجه، بس هي طريقتها بقى ممكن تكون طريقتها هي من غير ما تقصد بتدي اوردر من غير ما تقصد، وهو الاصل هو ما بياخدش اوردرات طبعا. بالظبط، هي بس هي دي طريقتها لكن هي مش قصده تعمل كده. بس اوكي، لكن كبرجين ينفع مع بعض جدا. طيب باقي التواريخ ايه؟ هي اصلا سناء لسه معانا؟ الخط فاصل، حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب احنا وقفنا عند برج الاسد. هنتكلم بقى عن العذراء. برج العذراء الفتره دي متوتر شويه، او هو مش عارف عايز ايه، يعني متلخبط، عنده افكار وزحمه، عمال يطلع عيوب في حاجات ما بتحصلش، بيكبر المواضيع، متوتر، خايف من حاجات معينه تحصل، ده كله شك داخلي او هو اللي عامل كده في نفسه. مفيش ولا حاجه من اللي هو بيفكر فيها دي هتحصل خالص، او مفيش حاجه بعينها هتحصل. بقول له او بقول لها الفترة اللي جاية عندك حلوة، بس انتوا كل الحكاية ان انتوا محتاجين تهدوا، او محتاجين الاكتر انه يتعمل ان هم يغيروا جو، او يغيروا المكان اللي هم فيه، يعني يسافروا، يخرجوا خروجة كويسة، حاجة بتبسطهم، يعملوا حاجة بيحبوها او بتسعدهم، لان هم محتاجين ان هم يشيلوا الفيشة شوية ويهدوا، يضحكوا، يخرجوا، يسافروا، ويرجعوا تاني يحطوا الفيشة، لان هم من كتر ما بيفكروا ضاغطين على نفسهم وعاملين نفسهم حاله شك واكتئاب اكتر من اللازم، ملهاش اي معنى. بقول لهم الامور الفتره اللي جايه عندكم حلوه، مفيش اي حاجه خالص، دماغكم هي اللي مودياكم في ضيق، او هي اللي مخلياكم مزولاكم، فبقول لكم اهدوا شويه، انتم محتاجين بس تغيروا جو. أوكي. نيجي بعد كده لبرج الميزان. الميزان يا ستار. برج الميزان بالعكس الفتره دي عنده موده احسن بكتير، نفسيا احسن بكتير، بصرف النظر عن اي احداث بتحصل جانبيه اللي هي عاديه، اللي هي بتاعت اي حاجه، بتاعت الحياه العاديه، لكن كحظ الفتره دي عندهم حلوه. اوكي، عندهم افكار بس مش عارفين ينفذوها. انت طبعا ما كيش دعوه بالحاجات دي خالص مبدئيا، انت مش فاضيه. بقى لي ست سنين عندي افكار. انت ما كيش دعوه على فكره، انت اللي ايامك غلط. ماشي. الفتره دي حلوه عندهم، بس هم السفر دايما هو اللي بيسعدهم اكتر. يعني برج الميزان ست وراجل بيحبوا السفر جدا جدا. فهم محتاجين كل فتره يبقوا محتاجين ان هم ياخدوا اجازه، يسافروا، يعملوا اي حاجه، لان هم السفر هو اللي بيديهم طاقه، او هو اللي بيديهم بيشحنهم، وهو اللي بيخليهم يعرفوا عندهم طاقه ايجابيه للي جاي. لكن لما بيبقى عندهم جو روتيني او جو معتاد هو اللي بيحصل كل يوم، هو دوت اللي بيوتره، هو دوت اللي بيخنقهم. اوكي، وبنسبه يعني عندهم نسبه حظ كويسه جدا، سواء راجل او ست. اوكي، اشوفها بس. انت مكتوبه غياب، دي مش مشكلتي انا على فكره. نيجي بعد كده للعقرب، اللي هو انت ملمسه عقرب اساسا. ايوه. أوكي. انا البرجين. انا المسه انت العقرب. هو انت العقرب مأثر عليك، لان العقرب اوريدي بقاله كذا سنه الدنيا عنده مش حلوه، بتاعه داخل في 5 سنين او 6 سنين الدنيا عنده أو عارفه داون. يا سابي، اعرف حد عقرب دايما لا طالع. راجل ولا ست؟ راجل. لا اكيد بيسافر كتير. مش عارفه بقى. لا اكيد بيسافر كتير. مبدئيا الميزان والعقرب من الابراج اللي لو سافروا كتير حظهم بيعلى كتير جدا جدا جدا. اوكي، يعني انا لو معطلني السفر اسافر. انت حتى لو سافرتي هنا داخل مصر عادي، رحتي شرم، رحت اي دوله، اي بلد قصدي، هيغير من مودك تماما. ماشي. اوكي، سافري بقى، نجرب بقى. فلوس. طب اخبار الفلوس ايه عشان نسافر؟ طب والله صدقيني كميزان حظه ماديا الفتره دي حلو. اوكي، هو العقرب هو اللي عمال يسعى، يعني البرج العقرب عمال سواء ست او راجل عمالين يسعوا لحاجات، بس هم برضو علشان هم كانوا من الابراج الذكيه، هم من الابراج الذكيه جدا جدا جدا، ويمكن الفتره ديت هي اللي مش مظبطه معاهم الدنيا، او مش وقتهم، او مش حظهم، فالدنيا مش زي ما هم كانوا شايفينها من 5 6 سنين ورا.
اوكي. طبعا متعودين على السفر وعلى الفلوس وعلى مين دول؟ العقرب. متعودين بجد؟ ما هم بقالهم اربع خمس سنين الدنيا عندهم مش حلوه العقرب، اوكي؟ هم عشان قبل دول كان قبل السنين دي كانوا متعودين على الماديات الكتير والرزق الكتير والشغل، الفتره دي عندهم ده العقرب اللي المفروض انا برضو منهم، اللي هو انت ملمساه. انا ولا بعدي على ده ولا بعدي على ده، سيبي كلامك ضايقني يا سيبي. مضطرة انهي الحلقة، مش هقدر اكمل اكتر من كده. سيبي نورتينا. ميرسي. مش عارفة اقول لك ايه الصراحة يعني، بس نشوفك على خير ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. شكرا ليكي. كده خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا كمان، نشوفكم بكرة ان شاء الله الساعة 6:30. باي باي.